الماء الأبيض أو الساد أو عتامة عدسة العين، اختلفت الأسماء لكن المرض واحد. العين تشبه الكاميرا، تحتوي على عدسة تقوم بتركيز الضوء الداخلي إليها لتكوين صورة واضحة للرؤية. وعندما تصاب العين بالماء الأبيض تفقد العدسة شفافيتها، مما يسبب عتامة تمنع مرور الضوء وتصبح الرؤية غير واضحة. حوالي 42% من السعوديين فوق سن 40 يعانون من الماء الأبيض، ويعد من أكثر أسباب الإصابة بالعمى. للماء الأبيض عدة أسباب، أهمها التقدم في العمر، تعرض العين لضربة أو جرح، بعض الأمراض المزمنة كالسكري، الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، عوامل وراثية. يتم إجراء عملية الماء الأبيض عن طريق تفتيت العدسة المبيضة لدى المريض بالموجات فوق الصوتية، ويتم استبدال العدسة المبيضة بعدسة صناعية تزرع في العين وتبقى مدى الحياة بإذن الله. في حال تعثر زرعنا للعدسة الصناعية يضطر المريض إلى لبس عدسة لاصقة أو لبس نظارة سميكة. بفضل الله تقنية علاج الماء الأبيض تعد من أحدث التقنيات في الطب، ففي عام 2015 أجريت في مستشفى الملك خالد العيون ما يقارب 3000 عملية في السنة بمعدل 250 عملية شهريا. الجدير بالذكر أن أغلب المرضى استطاعوا الخروج في نفس اليوم بنجاح. كيف يعالج الماء الأبيض؟ العملية الجراحية هي العلاج الوحيد لإزالة الماء الأبيض عن طريق الموجات فوق الصوتية، حيث يتم إدخال جهاز من فتحة صغيرة جدا في القرنية لتفتيت العدسة المعتمة ومن ثم شفطها. من أشهر أعراض الماء الأبيض هو ضعف تدريجي في النظر ولكن من غير ألم، عدم القدرة على تحمل الضوء الساطع خصوصا خلال القيادة الليلية للسيارة، تغيير النظارة بشكل متكرر مع عدم الحصول على النظر المطلوب، وفي المراحل المتقدمة تغير لون البؤبؤ إلى اللون الأبيض. مراجعة طبيب العيون عند الشعور بأحد أعراض الماء الأبيض هي الطريقة الوحيدة للمحافظة على سلامة العين وصحة النظر.